الساعة 6 بالتوقيت المصري، وفد حماس يصل القاهرة لبحث نتائج المفاوضات. الأعلى الجامعات ضوابط لحفلات التخرج وعدم حضور هيئة التدريس. إيه هو منهج الثانوية العامة السنة دي؟ ده من الموضوعات اللي هناقشها مع ضيفي اللي هيشرفني بعد الفاصل، محمود عبد الرحمن المتخصص في ملف التعليم. مراوغة والكذب صفات أساسية لدى العدو الصهيوني وهذه الدولة المارقة. أكتر حد في هذه الدولة المارقة يتمتع بهذه الصفات هو نتنياهو. نتنياهو حريص كل الحرص على فشل المفاوضات، لأنه فشل المفاوضات اللي بتحصل فيما يتعلق باللي بيحصل في غزة ده معناه نجاح لنتنياهو. فاهمين الفكرة؟ يعني كل ما المفاوضات اتعقدت كل ما ده في صالح نتنياهو، وكل ما المفاوضات فشلت ده في صالح نتنياهو. نتنياهو بيغازل طول الوقت وبيراوغ طول الوقت، هو بيتعامل مع فكرة انه حرق الوقت بالنسبة له إضافة. حرق الوقت بيراهن على ترامب ممكن لما يجي ويبقى هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بيراهن على أي خطأ ممكن يحدث فيبان إنه هو عظيم في أفكاره، لكنه بارع في الفشل الحقيقة. زي ما هو بارع في المراوغة هو بارع في الفشل، وهو فاشل بشكل مجاني، يعني كده متطوع مجاني في الفشل طول عمره كده. ليه بقول ده؟ لأنه هو واضح إنه هو مش غاوي زي ما بنقول كده عندنا بالمصري فكرة السلام. هو عنده أهداف عايز يحققها، لكن هل المفاوضات هتنجح؟ هل بالبلدي كده هي أمريكا مش قادرة على نتنياهو، ولا هي أمريكا مش واخدة المفاوضات بشكل جد؟ طيب نتنياهو مش واخد المفاوضات بشكل جد، وكل ما تتاخد بشكل جد وحماس توافق هو يعرقل أكتر. طب فين الولايات المتحدة الأمريكية من التصريحات اللي هي طول الوقت بتصدرها للسلام وللشعب الفلسطيني والخوف وإن احنا عايزين هدوء والمنطقة في خطر و و و؟ فين أمريكا بشكل واضح وإيه موقفها بشكل واضح؟ خليني ارحب بدكتور هشام الحلبي. مساء الخير دكتور هشام. مساء الخير يا فندم على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك، اهلا بيك. معلش النهارده بقى هتستحملي شويه لانه عندي اسئله كده محدده يعني بعد اذنك. لا اتفضلي. دكتور هشام، سؤال مباشر، مفاوضات هتسفر عن وقف الحرب؟ والله يا فندم يعني عشان اكون امين مع حضرتك ومع الساده المشاهدين، الامل ما زال ضعيفا. تمام. للاسباب الاتيه. اتفضل. اولا نمسك اسرائيل، وحضرتك تفضلتي وقلتي نقط مهمه جدا، ان رئيس الوزراء الاسرائيلي والمجموعه اللي معاه لا يريدوا انهاء هذه الحرب، انتهاءها يعني بدء محاسبتهم ومحاكمتهم، وده يعني الحقيقه مشكله كبيره بالنسبه لهم. نعم. فبالتالي هو بيعمل حاجتين، بيعمل على فشل المفاوضات، وهقول بسرعه النقطتين هو بيعملهم. اتفضلي. بيرسل وفد بدون صلاحيات للمفاوضات. وبالتالي الصلاحيه دي بيجي الوفد بيسمع ايه المطلوب، بيرجع تاني يقول هناك علشان يعرض الموقف عشان يجي مره تانيه. او بيرسل وفد عالي المستوى، المره دي كان بقى رئيس الرؤساء الخبرات الاثنين. ايوه. ويدوهم شروط جديده استحاله تنفيذها، زي انا كرئيس وزراء اسرائيلي مش عايز الانسحاب من محور فيلادلفيا ولا محور نتسارين. تمام. ودول مشكلتين كبار ما حدش هيوافق عليهم، وهو عارف الكلام ده من البدايه. تمام. يبقى ده التكنيك اللي بيشتغل بيه. طيب
هدفه ايه؟ طبعا ان هو تفشل هذه المفاوضات، وده واضح جدا من البدايه. النقطه الثانيه بيعملها، بيفتح جبهات جديده خاصه مع ايران وحزب الله، وبالتالي هو يرغب في التوسع في الحرب علشان تستمر هذه الحرب فترات طويله، وده من مصلحته الشخصيه هو وكم حد من الوزراء اللي معاه. نعم حضرتك تفضلت وقلت نقطه مهمه جدا، هل امريكا مش قادره تضغط عليه؟ الدور الامريكي، هل هو فاعل وهي مش قاريه ومش متفقه بشكل يعني ابسط كده؟ مش ساعات بحس ان ده متفق عليه يا دكتور هشام. في تقديري يا فندم ان هو مش متفق عليه، لكن الاداره الامريكيه الحاليه في اضعف حالاتها، هم داخلين على انتخابات، والضغط اللي اثر على اسرائيل هو ضغط حاجه من الاثنين، يا يمنعوا السلاح وقطع الغيار ده مش حاصل. والذخائر، وده مش هيحصل، ده ايوه الضغط اللي اثر، تمام. او سياسيا مجلس الامن هيصدر قرار وامريكا تمرره وما تعملش فيتو عليه، وده مش هيحصل. لا عملت ده ولا عملت ده. ده اللي اثر على اسرائيل. لكن خليني اقول برضو بحقائق، يعني اولا وقف اطلاق النار والوصول الى مفاوضات ده يخدم الحزب الديمقراطي الحالي في الانتخابات. ايوه يطلع في بطوله للرئيس الحالي اللي هينعكس على نائبه الرئيس المرشح. نعم. ايضا ده سياسيا داخليا. نمره اتنين يامن المصالح الامريكيه في المنطقه وعلى راسها القوات الامريكيه. تمام. في قوات امريكيه موجوده في الخليج، وفي قوات امريكيه في موجوده في 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 في, في نقطتين في منتهى الحرج. نعم. في العراق 2500 وفي سوريا من 1000 ل 900 ل 1000، ودول بيتعرضوا لضربات، ولسه من حوالي اسبوعين في ضربات على بعض القوات أيوه. الامريكيه في العراق. ايوه تمام. ده اللي بيخلي كمان امريكا تحشد الحشد الكبير جدا من التسليح في المنطقه. ايوه طبعا ده يؤمن طبعا على فكره الوصول الى تفاوض واتفاق نتيجه هذا التفاوض يؤمن مصالح اسرائيل على فكره، وبيخدم بيخدم الحقيقه تخفيض التوتر والضربه المحتمله من ايران. اسرائيل مجالها الجوي مقفول من فتره أيوة. طيران واقتصاديا الحقيقه الوضع مؤثر، لو من مصلحه اسرائيل المجرده الوصول الى اتفاق، لكن وده برضه الاتفاق ده بيؤثر ايجابا على خفض التوتر في مسارح العمليات المختلفه. نعم. زي البحر الاحمر، زي نعم. سوريا، العراق، نعم. لبنان، وده بيخفض الاسعار في العالم. ايوه لكن كل ده بيتلخص لكن مصلحه اسرائيل غير مصلحه نتنياهو. ايوه بالظبط ده اللي انا فهمته من كلام حضرتك. بالظبط أيوة. كده يا فندم. تمام. حتى المظاهرات اللي عنده الداخليه دي ولا يعيرها اعتبارا. عشان اطلاق سراح الرهائن. نعم. اللي هو ما قدرش يحررهم ولا قدر يقضي على امكانيات حماس البشريه او العسكريه. نعم. ودول الاهداف اللي هو حطها. نعم نعم. طيب يبقى هو بيراوغ بفكره من يحضر المفاوضات، يا اما ناس ما لهمش لازمه، بالظبط يا اما صلاحيات، ما لهمش صلاحيات، يا او اما صلاحيات محدوده قوي عشان اكون امين جدا، صلاحيات محدوده لا ترقى للتنفيذ. ايوه لا ترقى الاتفاق للاتفاق يعني. بالظبط. يا اما شخصيات مهمه زي رئيس الشباك، زي الشباك والموساد، يعني والموساد اكتر من كده ايه. الاثنين دول لكن ياتوا ويحضروا المفاوضات بشروط تعجيزيه، فبالتالي كل الاطراف اللي على الترابيزه تقول له لا مش هينفع، لم ورقك ويمشي. بما فيهم امريكا، بما فيهم امريكا، يعني امريكا هي الراعيه لمعاهده السلام المصريه الإسرائيلية. نعم. من أيام الرئيس جيمي كارتر. نعم. وبالتالي لما تضرب معاهدة السلام والجزء بتاع محور فيلادلفيا ده بمقتل، فأنت أول حاجة تقولها لأمريكا تعالى راعي السلام وراعي هذا الموضوع. وعلى فكرة في قوة متعددة الجنسيات من ضمنها برضو الأمريكان موجودة بترقب الموقف. أيوه. وهم الموقف شهداء عليه، شهود عليه يعني. نعم نعم نعم. وبالتالي النقطة دي بتخلي المفاوضات تقف ولا تتقدم نتيجة النقط الجديدة اللي هي غير مقبولة لا قانونيا ولا عسكريا ولا سياسيا خاصة من أمريكا. يعني في نقطة برضو مهمة، هو بيجيب سيرة مصر باستمرار. أيوه. النقطة دي مهمة قوي. مصر وسيط نزيه قوي محترف في المفاوضات. نعم. فكل ما المفاوضات بتتقلص الأمل، يتقلص الأمل فيها وتوصل تقريبا للصفر اللي بيحييها مصر وبالتعاون مع امريكا وقطر عشان ندي كل واحد حقه. ايوه. وبالتالي احياء المفاوضات مره اخرى احراج لنتنياهو والمجموعه اللي معاه.
انه لسه في مفاوضات بتحصل بالظبط كده. فبالتالي بيحط مصر بتحطه في حرج كبير، ده من وجهة نظره هو. ايوه. وبالتالي هو لا يرغب اطلاقا في هذا الدور، عشان هو ساعات يقول لك انا عايز استمر في محور فلسطين علشان علشان التسليح اللي بيجي من مصر. ايوه. وانت بقالك دلوقتي كرئيس وزراء اسرائيلي بتحارب حوالي 11 شهر. ايوه. بعد ال 11 شهر بالسلاح اللي انت في ايدين حماس. انت فطمت دلوقتي ان بعد 11 شهر ان السلاح ده من مصر؟ امال ال 11 شهر دول كان ده الحماس والفصائل، لو هو من مصر انت كنت ساكت ليه ده كله؟ صوروا ده على فكره، الفصائل الفلسطينيه مصوره السلاح اللي بيضربوه بيه. تصنيعه وتجميعه واطلاقه، البندقيه الغول، القذيفه الياسين 105، الناس حفظتها. والكلام ده مش موجود من مصر، وانت كنت فين ال 11 شهر اللي فاتوا؟ ايوه. وبالتالي هو يريد ان يوقف المفاوضات، اضافه ان الدور المصري بالنسبه له مزعج. ايوه. احياء المفاوضات، هاتي لي يا فندم كل مره اللي كان بيحيي المفاوضات مصر هو يعلم تماما ان المفاوض المصري مفاوض محترف. تمام. اشكرك فندم، شكرا جزيلا دكتور هشام الحلبي. خليني اخد وجهه نظر اخرى وارحب على التليفون بالاستاذ الكاتب الصحفي جميل عفيفي. استاذ جميل مساء الخير. مساء الخير يا استاذ عزه، ومساء الخير على الساده المشاهدين. شايف التفاوض هيوصل لفين، او المفاوضات هتوصل لفين، ومن وجهه نظرك ماذا يريد نتنياهو؟ وهل بالفعل الولايات المتحده الامريكيه غير قادره ولا لا تستطيع الضغط على نتنياهو؟ تفضل. هو طبعا في البدايه لازم نعرف ان نتنياهو بيحاول يستغل الوقت لاكبر قدر ممكن خلال المرحلة الحالية. هو عايز يوصل لغاية الانتخابات الأمريكية، ويوصل إلى نهاية الانتخابات الأمريكية، وهيبقى فيه طبعا موجود، هو بيعول على ترامب يبقى موجود ويحقق له أهدافه. نعم. على الجانب الآخر، احنا لو شفنا مع كل مفاوضات زي ما تفضل اللي هو الحلبي تحدث وحضرتك تحدثتي، انه مع كل الوصول إلى مرحلة مفاوضات بيسعى نتنياهو ان يهرب من هذه المفاوضات بشكل سريع جدا، اما بيهرب منها من خلال شروط تعجيزيه بيوضعها، او بيرفض الشروط الموضوعه من قبل حماس، او في النهايه هو بيسعى الى اطاله الامد بشكل سريع من خلال توسيع دائره الصراع في المنطقة. هو ده اللي بيسعى عليه، لكن نتنياهو بيسعى في الوقت الحالي ان هو يسيطر اكبر سيطرة ممكنة على قطاع غزة. لازم نعرف ان نتنياهو يوم 7 اكتوبر اتخذ هذا اليوم ذريعة على اساس ان هو يقدر يخش قطاع غزة ويقدر يسيطر على قطاع غزة. هو كان حاطط في مخيلته ان هو قادر على تهجير اهالي قطاع غزة الى سيناء، لكن لا، وجد حائط صد منيع من قبل الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي. لهذا السبب هو بيسعى باي حال من الاحوال ان هو يستمر في العمليات العسكرية، مش عايز يوقف العمليات العسكرية، عايز يزود من حدة العمليات العسكرية. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، من المعروف أن إسرائيل هي دولة وظيفية، وظيفية بمعنى اللي أنشأتها الولايات المتحدة الأمريكية، الداعم لها الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية قادرة في لحظة معينة أنها توقف نتنياهو عن هذه المعركة. مش كده برضو؟ لو عندها الإرادة السياسية الحقيقية لوقف هذه العمليات العسكرية اللي بينفذها نتنياهو، من خلال الضغط على نتنياهو عسكريا، من خلال الضغط عليه اقتصاديا. لأن الاقتصاد الإسرائيلي في الوقت الحالي في حالة انهيار تام، لكن اللي بيدعمه بالتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية ماديا، وإحنا شفنا أن تم تخصيص 14 مليار دولار لإسرائيل، بجانب طبعا التسليح، الجسر الجوي من التسليح الأمريكي وقطع الغيار المستمرة بالنسبة لإسرائيل. ففي الحالتين دول لو قدرت الولايات المتحدة أن تضغط على إسرائيل، هتضغط على إسرائيل إذا كان هناك إرادة حقيقية. لكن أنا عايز أوضح نقطة مهمة، هو مين اللي نيابة عن العالم وعن الإنسانية اللي في العالم دي كلها اللي بيتحرك؟ هي الدولة المصرية. مصر في الوقت الحالي بتخوض معارك نيابة عن الإنسانية كلها، إنها توقف العمليات العسكرية اللي بتتم، توقف إبادة شعب بأكمله في 2 مليون مواطن
فلسطيني موجودين تحت خط للأسف الشديد الفقر تحت خط ما فيش مواد إغاثية، ما فيش أغذية بتوصل لهم، الأمراض بدأت تتفشى، حتى منظمة الصحة العالمية بتقول إن ممكن شلل الأطفال يبتدي يظهر مرة أخرى في قطاع غزة. إذن مصر هي كل ما بيسعى إسرائيل وبيسعى دول العالم إن هي تتناسى قضية فلسطين، لكن مصر هي الدولة الوحيدة اللي بتحييها مرة أخرى. وهي لا الله يكون في عون القائمين على حماية هذا البلد يا عفيفي. ليه بقى؟ لأنه اللي أنت بتحكيه ده حاصل على حد من الحدود، وما يحدث في السودان على الجانب الآخر، وما يحدث في ليبيا على الجانب الآخر. فأنت بتتكلم في أنه أنا بتصور، ما أعرفش أنت تصحح لي المعلومة، أنه لأول مرة في تاريخ الدولة المصرية أعتقد مصر بتمر بكل هذه الأزمات مرة واحدة. هي بالفعل كلها مرة واحدة، مش يعني كده؟ طبعا الحدود الغربية ملتهبة بشكل كبير، الحدود الجنوبية فيها أزمة حقيقية، البحر الأحمر وتأثيره على قناة السويس وما يفعله الحوثي في منطقة باب المندب، طبعا في الاتجاه الشمالي الشرقي لقطاع غزة وخلافه. إذا مصر لأول مرة في التاريخ على مدار تاريخ مصر تبقى حدود مصر كلها ملتهبة بهذا الشكل. ولكن احنا لازم نحط نقطة مهمة جدا، ان مصر في الوقت الحالي هي دولة قوية قادرة تمتلك قوتها وتمتلك قرارها وتمتلك الحفاظ على امنها القومي والامن القومي العربي من اي تهديد. الامن القومي العربي ليه؟ لان هي بتسعى مع كل الاطراف لحل كل الازمات اللي في اي دولة. يعني هتلاقيها متواجدة في ليبيا، هتلاقيها متواجدة صحيح. في السودان من أجل التفاوض في كل الدول المنطقة. صحيح، محمية ومحفوظة بأمر الله. بشكرك شكرا جزيلا كاتب الصحفي الأستاذ جميل عفيفي. تراجع سعر القمح، ومن كم يوم كده كان وزير التموين أو تصريحات خارجة من وزارة التموين بتقول أنه ما زال فكرة أن احنا نبيع العيش بالوزن أو بالكيلو ما زال تحت الدراسة. وفي نفس الوقت أنت هنا الأخبار بتقول أنه الدقيق نزل في الطن ما بين من 150 ل 200 جنيه. هل الأخبار دي ليها مردود علي أنا كمواطن، غير ما يتعلق طبعا بفكرة بيع الخبز بالوزن أو بالكيلو، لكن فكرة ارتفاع أسعار الدقيق وبعدين نيجي نتكلم فيقول لك لا ما هو بصوا الدقيق ارتفع. طب لما بيبقى فيه انخفاض هو أنا ماليش دعوة كمواطن غير بالارتفاع؟ يعني أنتوا الانخفاض ده أنا مش بشوفه ليه كمواطن؟ ليه ما بشوفش غير ارتفاع؟ أنا يشوف الاثنين يا مش عايز أشوف خالص. أستاذ محمد عبد الجواد مساء الخير. مساء الخير حضرتك. انخفاض سعر الدقيق من 150 ل 200، هل هتبقى في حجة إنه ده ما ينعكسش علي هذا الانخفاض كمواطن؟ وطبعا في انعكاس في الانخفاض في الأسعار والتزام المبادرة معالي وزير التموين ومجلس ودولة رئيس الوزراء إننا بننزل في الخبز السياحي 80 جرام ب 150 قرش وال 40 جرام 75 قرش مستمر لغاية النهاردة، حتى مع ارتفاع أسعار السولار اللي فاتت ديت في الفترة اللي فاتت ديت ما تأثرش هذا سعر الرغيف بأي زيادات ولا أي حاجة، ومستمرين في هذا الدعم. وهنا منتظرين دلوقتي لجنة التسعير من قبل وزارة التموين لانخفاض أسعار الخبز السياحي. ولكن بالنسبة للخبز المدعم، لا ثانية واحدة، انتوا منتظرين اللجنة تحدد انخفاض أسعار الخبز السياحي؟ لا 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 لا، مش منتظرين إن هي تخفض الأسعار حضرتك. أمال إيه؟ إن منتظرين إن هنا تجتمع اللجنة. ليه؟ خدت بال حضرتك؟ تشوف في أسعار وقود زادت في الفترة اللي فاتت اللي هي من خلال شهر كده. خدت بال حضرتك؟ وبالنسبة طب أنتوا منتظرين اللجنة دي ليه؟ ما أنا عرفت خلاص إن في زيادات حصلت في السولار وفي البتاع. أنتوا بقى مستنيينها ليه؟ انت عايز تزود سعر الرغيف؟ ده إن مش هنزود سعر الرغيف. امال ايه؟ ده انا هنخفض سعر الرغيف تاني، خدت بال حضرتك؟
ما انا اقول لك تخفض تقول لي لا، اقول لك تزود تقول لي لا. لا نخفض، هنخفض حضرتك. تخفض سعر ايه؟ سعر ايه؟ سعر الرغيف السياحي. السياحي. السياحي اه، اما لا ولكن اللي هو بكام دلوقتي يا فندم؟ اللي هو النهارده 150 جرام. اه. خدت بال حضرتك؟ عايزه يبقى بكام؟ اللي هو 80 جرام ب 150 قرش، احنا عاوزين نخلي ال 180 جرام ال 80 جرام بحوالي جنيه وربع. هو بكام؟ هو ال 80 جرام النهارده، النهارده 80 جرام ب 150 قرش. انت عايز تنزله ربع جنيه؟ ننزله ربع جنيه. تنزله ربع جنيه، طيب هل هتنزل الوزن مع التنزيل ولا هتحافظ على الوزن؟ لا لا لا، هنحافظ على الوزن 80 جرام دوت ثابت يعني. تمام. ولكن بالنسبه للمخابز المدعمه اللي هي بتصدر رغيف ب 20 قرش وزن 90 جرام. لا ده زي ما هو. ده ما فيهوش مساس باي ولا في اي ولا في اي لا تعديل؟ لا ما فيش اي تعديلات فيه. المفروض اللجنه اللي حضرتك قلت لي عليها لانخفاض سعر الرغيف ربع جنيه تنعقد امتى؟ خلال الاسبوع الجاي ان شاء الله. طب هايل هايل تمام، بشكرك فندم، بشكرك، شكرا جزيلا، شكرا. الخلط ما بين الاشياء، لانه طبعا في حاجات كتيرة احنا كمواطنين غير متخصصين مش فاهمينها، يعني مساء يقول لك ايه، شوية حد يجي له حمونيل يقول لك ده جدري مائي، اللي يجي له حزام ناري يقول لك ده جدري مائي. طب الناس الخلط ده الناس تعرفه ازاي؟ في تحذيرات من هل فكرة الحزام الناري ده ليه علاقة بمناعة ولا ليه علاقة بحر؟ يعني اسئلة كتيرة لأنه حالات كتيرة بقت موجودة للحزام الناري. خلينا نعرف التفصيلة، إيه هو الحزام الناري؟ خليني أرحب بدكتور أسامة حجازي. دكتور أسامة مساء الخير يا فندم. ألو دكتور أسامة. ألو دكتور أسامة سامعني؟ طيب نحاول نتصل تاني بدكتور أسامة حجازي علشان نعرف فكرة، زي ما بقول لحضراتكم كده الناس بيختلط الامر بالنسبه لها في الحاجتين. طيب خلينا لما نوصل لدكتور اسامه، عايز اقول انا قلت في الانترو لحضراتكم انه في قرارات طالعه من المجلس الاعلى للجامعات بضوابط لحفلات التخرج، والحمد لله هيئات التدريس مش هتحضر حفلات التخرج خالص، ده خبر لطيف جدا. لكن ايه هي الضوابط؟ خليني ارحب بالاستاذ عبد الرحمن عبادي. استاذ عبد الرحمن مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا دكتوره على حضرتك وعلى الاستاذ المشرفين. ايه الضوابط للحفلات التخرج؟ هو الضوابط بتضع الجهود في نصابها وبتعيد المنظومه كلها. اللي هي ايه الضوابط؟ المتعارف عليها، الضوابط ان ما فيش حاجه تطلق عليها حفل تخرج يعقد خارج منشاه الحرم الجامعي او مبنى تابع للحرم الجامعي. خارج اي حدث يتعمل بره الجامعه ما ينفعش يطلق عليه، ما يتقالش عليه حفل التخرج، ما يتقالش عليه حفل تخرج ولا ويحضر على عضو التدريس المشاركه فيه. تمام. طلبه عايزين يعملوا، ثانيه واحده يا عبد الرحمن، طلبه عايزين يعملوا حفله عشان هم نجحوا وتخرجوا مع نفسهم، لكن ما يقولوش حفل تخرج، وما ينفعش يشارك فيها اي عضو تدريس او يحدث فيها اي مظهر من مظاهر التقليديه لحفل التخرج اللي هو هيستمر بضوابطه وقيمه القديمه. بس ثانيه واحده، ثانيه واحده، مش هيحضرها هيئه التدريس؟ تمام، هنقول لهم اللي هيحضر هيعاقب مثلا يعني، لكن انا اتخرجت ورايح اعمل حفله تخرج بره، انتوا كمجلس اعلى للجامعات خلاص هو ملوش عليه كلمه، انت هتعمل له ايه؟ يعمل حفله، هو يعمل حفله عاديه تمام، لكن ما يذكرش فيها اسم حفله التخرج او يطلق عليها اسم الجامعه نهائيا. لو ده حصل هتعمل معاه ايه؟ هو ده السؤال. اللي هيتعمل مش هيتعمل الا في حاله مشاركه عضو تدريس من الجامعه في هذا الحدث، لان حفلات التخرج هتتعمل بشكل رسمي جوه الحرم الجامعي. احنا اصلا في حاجه اسمها حفل تخرج بيتعمل رسميا سنويا جوه الحرم الجامعي. تمام. اللي هيحصل بقى ان هيتحط مجموعه من الضوابط التي تحكم هذه الحفلات داخل الحرم الجامعي الجامعي، اهمها ان احنا على مستوى الكليه لو عندنا حفله تخرج جوه كليه ما هيشكل لجنه
من مجلس الكليه؟ لا، جوه الكليه هيبقى في ضوابط مش محتاجين نتكلم فيها. انا بتكلم انه هيئه التدريس اللي هيحضروا حفلات بره ده هيعاقب، مش كده؟ بالظبط، غير بالظبط كده، يعتبر خارج عن الاطار الجامعي ويخضع للوائح العقابيه في هذا اختراق القيم الجامعيه. تمام. لكن طبعا هو هيتعمل حفلات تخرج رسميه وهي اللي هتكون عليها التعويل، يعني مش هيسمح لطالب جوه الجامعه مثلا يلم من زمايله فلوس عشان يعمل حفله بره. اي طالب هيعمل ده جوه الجامعه او هيعرف ان هو اتعمل جوه الجامعه هيعرض نفسه لمجلس تأديبه، ممكن يحرم نفسه من الحصول على الشهاده. مجلس تأديب ايه؟ هو متخرج. ما هو مش خلي بالك حضرتك، حفلات التخرج بتتعمل قبل ما الطالب يحصل على الشهاده. يعني هل انت هتقدر تمنع عنه الشهاده؟ خلينا بس نتكلم كلام منطقي. الاعداد ليها بيتم خلال فتره الدراسه، الاعداد للحفلات دي فعاده الطلاب كانوا بيعملوا يجمعوا فلوس من زمايلهم. انا تصورت انه المساله. بشكرك شكرا جزيلا استاذ عبد الرحمن عبادي. ناجل بقى موضوع الحزام الناري لبكره عشان الوقت. وانا تصورت انه مساله الضوابط لها علاقة بهيئة التدريس، لكن انت الطالب هيتخرج، طالب اتخرج خلاص انت مالكش عنده حاجة، هتقول له لما تخرج بره ما تحتفلش بكذا؟ يعني مسألة محتاجة برضو شوية توضيح او وضوح اكتر. خليني اطلع فاصل، وبعد الفاصل ايه اللي موجود في المنهج في الثانوية العامة اللي هتدرسه السنة دي؟ ده هيبقى موضوعي اللي من ضمن الموضوعات، وهنكلمكم على المناهج، هنتكلم على حاجات كتيرة قوي قوي في الثانوية العامة في التعليم بشكل عام، لما يشرفني بعد الفاصل الأستاذ محمود عبد الرحمن المتخصص في ملف التعليم. هتدرس ايه في الثانوية العامة السنة؟ في على فكرة ناس كتيرة قوي من أولياء الأمور تواصلوا معانا وقالوا لهم المدرسين الخصوصين اللي في السناتر بتقول لهم إيه؟ بتقول لهم على فكرة ما كنتش أعرف أنا المعلومة دي، إن هم بيطبعوا لهم منهج في ورق وبيقولوا لهم ما فيش كتب، خدوا ده المنهج. وإحنا يعني اللي بيقولوا عليه في الإعلام ووزارة التعليم بتقول عليه إن هي هتلغي البعض، هنبقى نشطب عليه ونقول إلغى، بس ده لازم تشتروه لأنه مش هيبقى فيه كتب. لا، ده موال كبير. يعني أنا بس مش عايزة أفهم إن أنا ضد المدرسين أو أنا ضد أولياء الأمور، لا، إحنا عايزين المصلحة العامة. هندرس إيه في الثانوية العامة؟ محمود عبد الرحمن هيقول لنا، وده أول سؤال. منورني يا محمود. ازيك يا استاذ؟ الله يخليك. اخبارك ايه؟ الحمد لله رب العالمين. الطلبه اولادنا هيدرسوا ايه في الثانويه العامه؟ اولادي انا مش ولادك انت. ولا ولاد انا. هيدرسوا ايه في الثانويه العامه؟ هيدرسوا كل المواد اللي كانوا بيدرسوها قبل كده. تمام. بدون اي لا مواد مستحدثه. ولا مواد محذوفه. تمام. ولكن هي مواد مدمجه. يلا. هناخدها بالتفصيل. يلا. نبداها من ثالثه ولا من اولى؟ نبداها من ثالثه، احنا قلنا الثانويه العامه. طيب لو رحنا للمواد اللي هي المواد اللي عليها كلام كتير، الفلسفه وعلم النفس. فلسفه ومنطق وعلم نفس وعلم اجتماع، هيدرسوا المنهج اللي كانوا بياخدوه من اولى لثالثه. تمام. يعني منهج ثالثه. انت لو عايز تقول منهج اولى ثانوي ثانيه ثانوي اللي انت عاوزه، منهج ثالثه ثانوي اللي كانوا بيدرسوه قبل كده في السنه الشهاده. ايوه. هياخدوه في مادة الفلسفة والمنطق بتاع أولى ثانوي وتانية ثانوي، وتانية ثانوي ياخدوا علم النفس وعلم الاجتماع بتالتة ثانوي مع تانية ثانوي. ولكن المفاهيم الأساسية فقط، المفاهيم الغير أساسية والحشو مش موجودين. تمام. فمنهج الفلسفة وعلم النفس زي ما هو. موزع بمفاهيمه الأساسية بتفاصيله على أولى ثانوي وتانية ثانوي. أولى ثانوي ياخدوا فلسفة ومنطق. كل الشعب، الشعب علمي وأدبي. وتانية علمي وأدبي هياخدوا فلسفة. ايوه. وتانية هياخدوا علم نفس وعلم اجتماع أدبي. تمام. تمام. يبقى احنا كده بالنسبة لعلم النفس والفلسفة خلصناهم. الطالب هيدرس اللي كان بيدرسه قبل كده في الثلاث سنين. كويس. بمفاهيمه الأساسية الثابتة، بمحاوره الرئيسية. تمام. تمام. بس مش هياخد حاجة في ثالثة، واخدينه في أولى وتانية بس. تمام. حلو. نروح للإحصاء. الإحصاء في ثالثة ثانوي أدبي. المفاهيم الأساسية فقط. المفاهيم الأساسية فقط. في إحصاء ثالثة ثانوي الطلاب أدبي. 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 تمام. تمام. نروح للفرنساوي. الفرنساوي هنقف عنده دقيقة. يلا.
احنا عندنا في الفرنساوي عامل مشاكل على السوشيال ميديا الحقيقة. والفلسفه والاحصاء وكل الفلسفه والمنطق، لان عندهم لسه جزء من يعني المنهج موجود في اولى وثانيه وماده اساسيه، فما فيهوش مشاكل. ولو ثانيه ثانوي ما فيهوش مشاكل كويس. عندنا الفرنساوي طبقا لاخر احصائيه في 12000 مدرس فرنساوي في وزاره التربيه والتعليم المعينين في وزاره التربيه والتعليم. 12000 يضاف اليهم المدرسين بتوع المدارس الخاصه واللي هم الخريجين اللي كانوا مش معينين. كانوا بيدوا 600000 طالب في ثانويه عامه ماده اللغه الاجنبيه الثانيه. اللي هي الفرنساوي. اللي هي الفرنساوي واللغه الاجنبيه خمس مواد، خمس فروع. خمس مواد انا اسف. كان طلاب الثانويه العامه اللي هم 750000 طالب، في 600000 طالب بياخدوا فرنساوي. والباقيين موزعين على الايطالي والالماني والاسباني والصيني. ده غير مدارس الراهبات اللي الماده اللغه الاجنبيه الاولى فيها فرنساوي، والمدارس الاستثماريه للغه الاجنبيه الاولى فيها فرنساوي. كل دول بيدرسوا لهم 12000 مدرس بجانب مدرسين المدارس الخاصه. 12000 دول معينين في الوزاره كويس، مدرسين موجود في وزاره التربيه والتعليم. ايوه. تحويل الماده اولا هي منهجها، عشان الناس اللي بتسال، هتبقى ربع المنهج المقرر، ربع لانها غير مضافه للمجموع. نجاح ورسوب. هتبقى ربع المنهج المقرر. والمناهج كلها هتعلن امتى؟ هتعلن على موقع الوزاره في صيغه بي دي اف قبل الوزاره باسبوع او ب 10 ايام قبل ال اسف قبل 21 سبتمبر قبل الدراسه. ليه؟ عشان خاطر يتعمل لها حاجه اسمها توزيعه مناهج. ايوه. مكتب المكتب الفني بيعمل توزيعه مناهج. المجموعه دي اللي هي 12000 واللي بره والاستثماري والراهبات وما الى ذلك، بتوع الفرنساوي، بتوع الفرنساوي بالتحديد، ايه بقى؟ قاموا منهم لقوا الماده غير مضافه للمجموع. تمام كده؟ طب الطالب اللي هياخدها نجاح ورسوب بربع الماده، ما هو هيحتاج يشتغل عليها بشكل جيد. اوكي. هنا في نقطه مهمه احقاقا للحق. ها. الناس دي محتاجين معالجه خاصه للغه الثانيه الفرنساوي. الناس دي اللي هم مين؟ مدرسين الفرنساوي وطلاب الفرنساوي. بعد ما تم تخفيض المنهج للربع. للربع، والماده نجاح ورسوب. تمام. الطالب بيطلع ما عندوش علم عن الفرنساوي. صحيح. وخصوصا ان هو بقى نجاح ورسوب. ده لما كان نجاح وسقوط ما كانش عنده فكره، ما بالك لما يبقى عظيم. مش نجاح وسقوط وربع الماده. عظيم. اه. مدرسين الفرنساوي وحاله الهياج اللي موجوده محتاجه تعامل خاص من وزارة التربية والتعليم مع المدرسين، يعملوا فيها ايه المعالجة الخاصة دي؟ يفهموهم ايه اللي هيحصل. ليه؟ غياب المعلومة عنهم، يعني بدأ كلام يتنشر صعب جدا، يقول لك ايه؟ بعض المواجهين يقول لهم ايه؟ انتوا هتدوا انجليزي. المدرسين الفرنساوي. هتدوا انجليزي. يعني مدرس الفرنساوي هيدرس انجليزي في اسبوع يخش يبقى مدرس انجليزي. يجي حد مدرس فرنساوي كبير يقول له انت هتبقى معلم فصل ابتدائي. فعشان نوقف الكلام في هذه الجزئية، وزارة التربية والتعليم توجه معلومات بشكل واضح للتوجيه العام لمدرسين الفرنساوي. نحل أزمة المعلومة. نحل أزمة إيه يا أستاذة؟ إيه المعلومة؟ إنها منهجهم ربع المنهج، نجاح ورسوب، الأسس والمفاهيم الرئيسية للطالب موجودة زي ما هي، فبالتالي الطالب محتاج جدا لمدرس الفرنساوي. لأنه يخش ينجح ويرصف فيها إزاي؟ خصوصا بعد التوزيعة الجديدة بتاعت المواد اللي نزلت النهاردة. حضرتك عندك الترم عليه 30 بالزبط. الشهرين عليهم 30. صحيح. الواجب عليه 15، الحضور عليه 10، تقييم المعلم عليه 15. ده نظام اوروبي. ايوه. نفهم بقى المدرس الفرنساوي. نقول له قيمتك محفوظه. والماده قيمتها محفوظه. ايوه. واللي يحصل فيها 1 2 3. هو انا بتصور وعطفا على الكلام اللي قاله محمود، انه يعني انا دايما افكر، هو المدرس هتوصل له المعلومه ازاي؟ مع احترامي معلش، في قرارات بتطلع من وزاره التعليم، لكن شرح القرارات، هل الوزير مستني انه يبقى في لقاءات في الاعلام تشرح القرارات؟ لازم يا سيادة الوزير ارجوك يبقى في آلية ما انه المعلومه توصل لاقل واصغر مدرس في اي مدرسه، في اي كفر، في اي نجعه، في اي محافظه، لانه ده هيترتب عليه هو هيعرف يقدم ايه للطالب. الآلية ايه؟ هل هيبقى اجتماع موسع حضرتك تعمله مع الادارات كلها؟ مش عارفه يعني، لكن فكره انه حد بينقل، حد بينقل، حد صحيح. بينقل وقرارات مكتوبه، اعتقد لازم تشوف اليه لتوضيح وتوصيل المعلومات للمدرسين. اتفضل يا محمود. احنا كده خلصنا الفرنساوي، خلصنا الفلسفه وعلم النفس، عندنا العلوم المتكامله، والعلوم المتكامله عليها لغط على السوشيال ميديا. ايه بقى العلوم المتكامله؟ ايه اللي هيحصل؟ المتكامله دي كيمياء، فيزياء، احياء. كويس. الاحياء هتاخد جزء من الجيولوجيا، لان الاحياء والجيولوجيا هو نفس المنهج.
فعندنا كيمياء فيزياء احياء معاها جزء من الجيولوجيا في ماده واحده اسمها العلوم المتكامله. تمام. ما فيهمش ديناميك زي ما منتشر على السوشيال. ما فيهمش ديناميك. لا ما فيهمش ديناميك. اه المدرس مين اللي هيدرس؟ ما انا هقول لحضرتك اهو اللوكشه دي كده مع بعض. اللوكشه دي هيدرسها ثلاث مدرسين لانها الماده ثلاث فصول. المدرسين اللي هيدرسوا الماده دي بالتحديد اكاديميه المعلمين هتعمل لهم تدريب اونلاين لمده اسبوعين. هيبدا التدريب للمدرسين دول بمجرد انتهاء المنهج واتاحته ليهم للمكتب المستشار وللتوجيه العام عشان يتدربوا عليه. تمام؟ كويس. طيب هتضم ايه؟ لان احنا عاملين نسمع برضو كلام غريب، ماده العلوم المتكامله دي هتضم ايه؟ ايه؟ انت مش كنت بتاخد فيزياء في اولى ثانوي؟ هتاخدها. بس مفاهيم اساسيه، مرور الكرام. مش كنت بتاخد كيمياء؟ هتاخدها. انا عايز بس اقول لحضرتك على حاجه ودي على مسؤوليتي. مفيش مواد مستحدثه ولا فصول مستحدثه ولا دروس مستحدثه في مناهج الثانويه العامه. كويس. كلها دمج واطلاع على المفاهيم الاساسيه. تمام كده. في بعض المواد هيتعاملوا معاها بالنهايه الصغرى والنهايه الكبرى. زي كل المواد هتتعامل بالنهايه الصغرى والنهايه الكبرى. ايه النهايه الصغرى والنهايه الكبرى؟ النهايه الصغرى دي اللي هي نسبه النجاح. هيبقى عندنا ميزانين. كويس. في ميزان النهاية الصغرى زي الفرنساوي. الفرنساوي نجاح ورسوب فنتعامل معاه على النهاية الصغرى. على فكرة دي حاجة مطمئنة، هي محتاجة شرح كبير في فكرة إن دي رسالة مطمئنة. إحنا نشتغل على محورين. الطالب ينجح والطالب يتفوق. فكرة تمام؟ إن أنت مجرد محتاج إنك تجيب درجة النجاح، كلمة دي بنقولها من زمان جدا يعني، كلمة موجودة في القاموس المصري. كنا دايما نقول إيه يا جماعة، إحنا عايزين بس نجيب درجة النجاح في المادة الفلانية، مش محتاجين مجهود. أنا عايز أذاكر مثلا نص المنهج فأعرف أجيب درجة النجاح. ما حصلش التغيير، يمكن المصطلحات اتغيرت. صحيح. لكن الفكرة ما اتغيرتش. اتفضل. وهي برضو الفكرة، إحنا واخدنا الفكرة سهلة. أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة، من الحلقة اللي فاتت للنهاردة ولي الأمر هدي، والشارع بتاع ولي الأمر والطالب بقى أكثر هدوء. ليه؟ ولي الأمر مبسوط دلوقتي. خمس مواد والدنيا خفيفة ومستني المناهج ومفيش كتب خارجية نزلت ومش هتنزل. مع احترامي ليك للكلام اللي أنت بتقوله، إمتى ولي الأمر يبقى هدي؟ لما يبقى بيسمع كلام يريحه، ما يلاقيش المدرس أو المدرسة بتقول له كلام تاني، عشان هنا لازم المعلومة الصح توصل والمعلم والمدرس يتقدر. يتقدر ويتقدر معنويا. فكرة ايه؟ المدرس ده يتقال له حضرتك دورك كذا. انما ترك المدرس بدون ما يعرف دوره ده هو ده ازمة. انما ولي الامر هدي. ليه؟ عندنا خمس مواد خفاف بساط منهجهم بيتم. كويس. كتب خارجية، هو لو نزل النهارده يجيب كتب خارجية يلاقيها في السوق اتسحبت كلها، مفيش كتب. كتب الخارجية مفيش موجودة في السوق. مش موجودة زي حضرتك الفجالة او انت عارف البلد. كانت بتتباع بكام؟ ارقام فلكية. طبعا. قبل التعديل ده. صحيح. يعني اللي اشترى يا حرام كتب خارجية يلبسها. مش هيحتاجها. لا هيحتاجها فين بقى؟ عندنا يا الفجالة والمكتبات ما فهمش. لا ما فيهاش دلوقتي. ما فيهاش كتب. لا لا ما فيهاش. كله اتسحب. كله رجع. رجع اتسحب يعني. فضل. يبقى احنا كده بنتكلم ان المناهج هتنزل قبل اسبوع من الدراسه في صوره PDF على موقع الوزاره. كويس. قبل ما الكتب تتسلم للطلاب، الطلاب بيستلموا الكتب في المرحله الابتدائيه والاعداديه، وبالنسبه للي تنزل على التابلت في الثانويه العامه. طب اللي بياخدوا دروس دلوقتي بياخدوا دروس في ايه؟ والله لو بياخد في العربي والانجليزي، يعني انت حضرتك هتخلينا يعني اللي بياخد عربي وانجليزي هو بياخد مفاهيم اساسيه. في العربي وفي الانجليزي. اللي بياخد فلسفه وعلم نفس فبياخد في المفاهيم الاساسيه اللي مش عارف المعاني الايه اللي هي الشرح العريض. تمام. انما ماده زي فيزياء وكيمياء واحياء الاولى ثانوي بياخد فيها ايه؟ هي ليها لا انا بتكلم على الثانويه عامه، مش بتكلم على اولى ثانوي. الثانويه العامه ما فيهاش تغييرات كبيره. تمام. في المناهج. تمام. عندنا فيزياء كيمياء احياء عربي انجليزي. اللي احنا كده قفلنا النقطه الخاصه بمنهج الثانويه العامه. كده الثانويه العامه خلصنا منها. خلصنا منها. وضحناها بشكل واضح كمنهج. كمنهج ما احنا قلنا هو تفاصيل المنهج وهينزل امتى وهيبقى في صوره PDF وهيوصل لك على التابلت امتى. بالظبط. وامورك كده كلها تمام. كلها ولا تشتري كتب خارجيه ولا تندمج مع الدروس. ايه يعني اهدى شويه. يعني احنا بنتكلم على فكره في افريج يعني 15 يوم. خلاص الدراسه. وبعدين الكلام بتاع كل يوم مجلس الوزراء بينفي تاجيل الدراسه، والله العظيم الدراسه في ميعادها. في ميعادها زي ما هي. طيب. فاضل لي بقيه المناهج هنقولها لحضرتكم، بس خلينا نطلع فاصل وبعد الفاصل نتواصل مع محمود عبد الرحمن. لحضراتكم في ثانوية عامة هتدرس ايه كمنهج وترتيب الدرجات؟ طيب اعدادي هتدرس ايه؟ اللي داخل اعدادي هيدرس ايه محمود؟ اللي داخل اولى اعدادي دي دفعة التطوير بتاع 2018. كويس. دلوقتي بقوا في اولى اعدادي.
كل المواد اللي بيدرسوها هي نفس المواد بلا إضافة ولا حذف نهائي، هي نفس المواد اللي كانوا بياخدوها في اللي كانوا بياخدوها فين؟ في رابعة وفي خمسة وفي ستة. آه. ما هي دي دفعة خاصة بالتطوير. تمام. اللي هي عندهم أصلا المواد المدمجة. أيوه. بتخش من الجغرافيا للتاريخ للغة للرياضة للعربي في نفس المادة. فالنظام ده بنفس الكتب بنفس المواد طالعين بيها لأولى ثانوي. فبالتالي لأولى إعدادي. أنا آسف لأولى إعدادي. فبالتالي ما عندهمش أي تغيير، ولا يسمعوا للكلام إن هو هينضاف لهم مواد، ولا يسمعوا للكلام إن هو هيتحذف منهم مواد. وأوريدي هيدرسوا الفرنساوي كمادة إلى اللغة الأجنبية التانية كمادة غير مضافة. ده للطلاب اللي هم التجريبي والتجريب المميز والخاص لغات. أما الطلاب الحكوميين العربي أيوه هياخدوا نفس النظام ده بس بدون مادة اللغة الأجنبية التانية. لا مضافة ولا غير مضافة. تمام كده؟ عندنا تانية إعدادي بلا تغيير. تمام. تالتة إعدادي امتحان ترمين. نفس المواد بلا تغيير. نفس أنهي مواد اللي المواد بتاعتهم بتاع السنين اللي فاتت. يعني اللغه العربي والدراسات والعلوم نفس المواد اللي طلاب اللي كانوا بيدرسوها في اولى وثانيه اعدادي. لا، نفس المواد اللي طالب ثالثه اعدادي درسها السنه اللي فاتت. الطالب اللي داخل ثالثه السنه دي هيدرسها نفس منهج اعداديه بتاع السنه اللي فاتت، وبالمناسبه مش هيحصل فيه لا حذف ولا تغيير. تمام. يعني اللي عاوز يجيب الكتب ويشتغل يعني بتاع الاعداديه زي السنه اللي فاتت بالظبط. يعني لو عايز ياخد يعني الكتاب من اخوه او من جاره ويشتغل، ولا اختك الكبيره كانت في اعداديه استعمل الكتب. هنا بقى نقطة مهمة جدا بالنسبة للابتدائي بصرف النظر عن المناهج، لأن احنا زي ما قلنا المرة اللي فاتت إن المناهج بدأ من تالتة والامتحانات بدأ من تالتة. كي جي 1 وكي جي 2 ولا ابتدائي وتانية ابتدائي، اللي مش هيحضر مش هيتصعد للسنة الجديدة. ليه بقى؟ لأن عندهم اختبار أسبوعي تحريري ونظري. الطالب اللي كان بيتسجل كي جي 1 ويجي يخش المدرسة على رابعة، ما هم ما عندهمش امتحانات، ما كانش عندهم تقييم، والاهالي ما كانتش بتودي العيال مدرسه، يودوهم ليه بقى؟ ما يخلوهم نايمين. امال يتعلموا امتى؟ ما مش مهم. ما كانوش بيعلموهم. يعني لا ازاي؟ اكيد كل ام وكل اب حريص على تعليم ولاده. ده جزئيه معينه، ان احنا عندنا شريحه كان يسجل الولد ويديه حضانه معينه، يذاكر له عند مدرس معين. انا عايز اقول حاجه، ان الدروس بادئه في كي جي 1. دروس في كي جي 1؟ طبعا. كي جي 1 تاسيس مواد في كي جي 1 شغاله. فبالتالي كي جي 1 كي جي 2 اولى ابتدائي ثانيه ابتدائي لحد هنا مفيش امتحانات. ايوه. فالطالب بقى كده امان. لا، الطالب اللي مش هيتجاوز نسبه الحضور ويخضع للامتحان الاختبار التحريري والشفوي الاسبوعي ويثبت في الدفاتر على انه حضر وخد نسبه نجاح مش هيطلع السنه اللي بعدها. تمام. مش هيتنقل للسنه اللي بعدها. لا، هيعيد السنه. يعيد السنه. حتى لو من غير امتحان. يعني ممكن نلاقي طالب كي جي 2 بيعيد السنه؟ ما حضرش. يعني اللي كان بيثبت ابنه ويسافر يا استاذه بره مصر. الاب شغال بره مصر والام معاه. فيجوا في كي جي 1 ينزلوا يدخلوا الولد التجريبي ولا مش عارف ايه ويثبتوه. يمشوا. يجيبوه على رابعه ابتدائي. وهم بقى بيدرسوا لهم بره زي ما بيدرسوا. حاجز مكان. والولد بدل ما السنه بتضيع عليه بيجي يخش على رابعه. تمام. ده مش هيحصل السنه دي. ده الطالب اللي مش هيحضر مش هيطلع للسنه اللي بعدها. ثالثه ابتدائي. السنه دي ثالثه ابتدائي هيكون عندها مناهج حديثه، لانها تكون بدايه المنظومه الجديده مش رابعه. طيب ده هنا بقى عايزين الكلام. اتفضل. ثالثه ابتدائي تعتبر شهاده بلغه الناس يعني؟ طبعا. تمام. اتفضل. ثالثه ابتدائي شهاده وهتبقى بدايه المنظومه الجديده. خد بالك حضرتك من حاجه مهمه، احنا لما بدانا المنظومه الجديده كانت اول دفعه اللي هي داخله اولى اعدادي دلوقتي هتتخرج 20 30. ايه المنظومه الجديده اللي هي 02 اللي بداها الدكتور طارق شوقي. ايوه. اللي هي المواد اللي يمسيك بألف خير يا دكتور طارق. المواد المتكامله المتداخله، حضرتك يبقى ابني بيدرس ان مصر بتقع في المنطقه الكذا من الخريطه كذا. نعم. ومساحتها كذا كده جغرافيا. ايوه. تمام؟ ومش والطقس بتاعها حار بارد مش عارف ايه، دخلنا في موضوع تاني. وبتتميز ان صحرائها فيها معادن مش عارف ايه، دخلنا في كيمياء. فتلاقي الطالب هو خد المعلومه كلها لكن بلا تقسيم. بلا تقسيم. اوكي. هي دي المعلومه، المواد المتكامله. المتكامله. دي اللي احنا بنصبو اليها دلوقتي في مرحله الثانويه العامه. يبقى هرجع لثالثه ابتدائي يا محمود. ثالثه ابتدائي شهاده. شهاده وبدايه المنظومه الجديده. وبدايه المنظومه الجديده. هل هتبقى جديده على الطالب او جديد. التلميذ؟ المنهج جديد. ولا هو اشتغل عليه في اولى وثانيه ابتدائي اللي فات؟ والمفترض ان هو شغال عليه من كي جي 1. كده برضو؟ من كي جي 1 هو شغال عليه. تمام. يعني المدارس التجريب والتجريب المتميز شغالين. لكن هي شهاده. شهاده. تمام. وهنا برضو كلمه شهاده مش بالمعنى اللي يخض. يعني هي شهاده هنا بالمعنى مش ان عنده امتحان. عنده امتحان. عنده امتحان ترم واوائل واعلان وشهادات وما الى ذلك. كويس. هنا بقى في جزئيه مهمه قبل ما الوقت يخلص. اتفضل. احنا عندنا في هيئه اسمها الهيئه العامه لمحو الاميه وتعليم الكبار.
الهيئه دي تابعه لوزاره التربيه. الهيئه دي موجوده؟ موجوده وشغاله. الهيئه دي تابعه لوزاره التربيه والتعليم، بيرأسها وزير التربيه والتعليم، وهو اللي بيعين رئيس الهيئه. الهيئه دي زمان كانوا بيعملوا حاجه اسمها فصول مسائيه. الفصول المسائيه دي كانوا بيعلموا اللي هم الساده اللي مش الابهات والامهات اللي مش متعلمين. في عدد منهم كبير جدا، بضع الاف خريجين كليات التربيه العام وكليات التربيه الطفوله والاداب لغات وما الى ذلك، ودول موجودين في الهيئه، في الهيئه بلا عمل. لا اقصد وموجودين يعني تبع الوزاره، تبع الوزاره وجهاز تنظيم واداره وماشيين بمرتبات ومضاعفات. دول كام واحد؟ انا في يعني على ما سالت النهارده قالوا 40,000. 40,000؟ هل هذا الرقم موثق يعني ولا لا؟ انا ما سالت الهيئه النهارده قالوا 40,000. الرقم ده لو 4,000، لو 4 افراد، عندك مدرس خريج تربيه عام او اداب لغات او تربيه طفوله، خده وديه تربيه وتعليم، هو عندك اصلا. ودول ما كانوش بيدرسوا غير اللي بتوع محول الاميه بس. ولما اتقفلت الفصول المسائيه ودوهم فين؟ الادارات. الاداره بتنتج ايه؟ ما بتنتجش، ما عندهمش طبيعه عمل. طب انا سايبهم ليه وانا في قفا مدرس؟ طب ما احنا انا عاوز مدرس. طبعا بيقولوا عندنا 40,000. لا يا عم عندنا 4,000. طيب. عندنا 40 واحد. هاتهم. وبعدين دي مش محتاج حاجه، حضرتك هتعمل تليفون هتجيبهم ليه؟ لان هم تبع وزاره التربيه والتعليم. لا ومحتاج هم تبع و هيئه تابعه للوزاره زي اي اداره تابعه للوزاره، لكن اقصد ممكن يكون هو خلاص فقد التواصل بالتعليم بقى. ما انت وديته اداره. طب ما نديله دوره. نديله دوره. دوره تدريبيه كله في تخصصه. وده يحسن. انزله معلم فصل. ما انا عند المعلم الفصل عليه ازمه وعمال اعمل مسابقات عليه. وصحيح هيترفع الحصه من 20 ل 50 ولا دي دراسه؟ لا ده قرار مجلس وزراء خلاص. الطالب اللي كان بيدي حصه هو انا اسف المدرس بتاع المتعاقد هياخد 50. تمام؟ وزاد كده 30 جنيه لان السنه كان 20. ايوه. طب المعلم المعين. ايوه. اللي كان اللي مرتبه ايوه لو خد حصه اضافيه تحسب ب 50، يبقى عنده اضافي في الشغل بتاعه. لو خد حصه زياده، حصه زياده عن جدوله، عن جدوله ياخد فلوس عليها، ياخد على الحصه 50 جنيه. انما المتعاون اللي كان بيشغل بالحصه ب 20 جنيه، انا كنت رافضه موضوع ال 20 جنيه وطلبت اعاده نظر فيها. قعدوها فال 50. بالظبط كده. ده مهم جدا. محمود من وقت للتاني نقول للناس كل ما هو جديد، لانه الناس محتاجه طول الوقت شرح. وعلى فكره ممكن يحصل لبس، وده طبيعي جدا لانه قرارات كتيره وتغيير كتير. عشان كده بقول لازم الاصوات الرسميه تطلع وتتكلم وتشرح، او تخلي حد يطلع ويتكلم ويشرح. واهم ناس محتاجه الشرح اللي بيشتغلوا في وزاره التربيه والتعليم. محمود عبد الرحمن تشرفت بيك. شكرا لك يا استاذ. شكرا لحضرتك. شوف حضراتكم بكره على خير. مع تحياتي اعزائي مصطفى وائل.